فضيلة الشيخ، هل العشر الأول من رمضان مثل الوسطى؟ نحن نعلم للعشر الأخيرة من مزايا. رمضان كله خير، كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا في كل الشهر، وكله خير، وكله أعمال صالحة، أوله ووسطه وآخره. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيخص العشر الأواخر بمزيد اجتهاد في الصلاة وفي الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل. نعم.